صباح الخير والبركة. كان يا ما كان على ناس كلها بركة، كان في كلام وأمثال فيها عبر، لسانك حصان مراية الحب عمياء، وكتير كتير أمثال وكتير كتير أمثال قالوها أهل زمان أهل زمان، وكانوا يا ما كان قالوا أهل زمان، ولسه نقول كمان كانوا يا ما كان ويا ما كانوا كان قالوها أهل زمان، ولسه هنقول كمان كانوا يا ما كان وكانوا يا ما كان، ولسه هنقول كمان ولسه هنقول كمان كانوا يا ما كان وكانوا يا ما كان، ولسه هنقول كمان ولسه هنقول كمان كانوا يا ما كان. اهلا ومرحبا بكم في حلقه جديده من برنامجكم المميز على راي المثل. رمضان كريم يا مين. رمضان كريم عليك يا عبد الله وعلى كل مشاهدينا، كل سنه وانتم طيبين جميعا. على راي المثل زي ما عودناكم في الحلقات اللي فاتت، فوازير بشكل جديد بنقدم فيها مثل. المثل ده بيتقدم على هيئه حرفه بسيطه ممكن اي حد فينا يتعلمها وكمان يبدا فيها، وطبعا هي مش محتاجه اي دخل ولا راس مال كبير. وكانوا يا ما كان. رعاية وتنظيم المؤتمر الدولي الثاني للجيوماتكس، يعتبر نقطة التقاء للباحثين والمهتمين والمختصين في علوم الجيوماتكس. مؤتمرنا من أكثر المؤتمرات المتميزة، حيث يضم 15 دولة عربية وأفريقية. لجنة التحكيم تتكون من 5 دول عربية. يشارك في المؤتمر 62 جامعة عربية وأفريقية. وكانوا يا ما كان. ممكن تكون مصدر دخل ليك مش محتاجة اي راس مال ولا مكان مخصوص عشان تنتجه، زي المبدعين اللي بنعرض حلقاتهم طول شهر رمضان الكريم. عندك حاجة يا عبد الله؟ عشان كده اسمحوا لنا النهارده نرحب بالضيف الجديد وحرفة جديدة وعلى رأي المثل. واستنونا بعد الفاصل. وكانوا يا ما كان. وكانوا يا ما كان. ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل. يلا بينا نرحب بضيف النهارده اللي هيعرفنا على الحرفه الجديده. يلا بينا. وكانوا يا ما كان. اهلا ومرحبا بضيفتنا، ممكن تعرفين عليكي؟ انا اسمي سحر مصطفى. اهلا وسهلا بحضرتك، كل سنه طيبه. حضرتك طيبه. ممكن تعرفينا الحرفه دي اسمها ايه؟ دي اسمها فنون وحرف يدويه، شغل هاند ميد. طيب حلو، انت تعلمتيها فين وكم اخذت منك وقت؟ انا تعلمتها عن طريق المدرسه وما خدتش مني وقت. طب كل حرفه بنتعلمها بيبقى ليها اساسيات معينه لازم تكون موجوده عشان نعرف نعملها، ممكن تقولنا ايه المواد اللي انت بتستخدميها هنا؟ طبعا خيوط والابر بمقاساتها، في بيبقى مقاس التشطيب، المنظوره لان في حاجات بتتعمل بالمقاس، والكوينت اللي بيعلم بيه، في حاجات بتتعلم لازم اعلم بيها. طب انت ممكن تعملي كل حاجه ولا في حاجات عليك صعبه؟ لا انا بعمل الحمد لله، بعمل اي حاجه، اي شكل بيجي قدامي بعمله، ولو في حاجه وقفت قدامي بدخل على النت وببتدي اشوف شكل الغرزه وببتدي اشتغلها. يعني دي حاجه كويسه جدا، يعني كده تقولي للناس اللي قدامنا ان الحرفه دي بسيطه وممكن اي حد يتعلمها بكل سهوله. اكيد طبعا كل حاجه بتبقى صعبه في اولها، بس عادي اللي عايز يتعلم هيتعلم. طب ممكن تقولي لنا بقى انت حضرتك بتشتغلي ازاي؟ يعني عندك محل او مكتب عشان الناس بس اللي عايز تتعلمها وتشتغل فيها تعمل ايه؟ لا انا بشتغل عن طريق بيتي، ما عنديش ولا محل ولا مكتب، انا بشتغل عن طريق بيت بالبيت بالطلب، بالتالي اي حد بيطلب مني حاجه ببتدي اشتغل. وكانوا يا ما كان. يا ترى العائد منها كويس ولا؟ الحمد لله العائد بتاع الحمد لله لحد ما كويس. طيب عليها طلب ولا ما فيش؟
كل حاجة بيبقى ليها الموسم بتاعها وبيبقى ليها طلب بتاعها في وقتها. واستنونا بعد الفاصل عشان نعرض المثل الجديد. وكانوا يا ما كان. ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل. يلا بينا نشوف مثل حلقة النهاردة. ممكن حاجة تورينا المثل؟ الله دي حلوة قوي. لا بجد حلوة. ممكن بقى تفهمينا ايه الشغل يعني؟ ده فستان انا عاملاه من من خيط مكرمية فرنساوي ودي العروسة وانا عاملة لها الفستان بتاعها زي ما حضرتك شايفة كده. جميلة جدا زي ما انتوا شايفين. ده شغل الهاند ميد اللي الأستاذة معانا بتعمله. هو بجد حاجة جميلة جدا. لا بس باين عليه انه في الوان كده دوت خيط قطن تركي لان ده نوع خيط وده نوع تاني. ده هو نوعين يعني. ده نوع ده خيط قطن تركي. أيوة. انا حبيت ان انا اغير في نوع الخيط وكذلك برضو في لون الفستان عشان يبقى باين الفرق بين العروسة والعروسة التانية. طيب انا شايف دي بدون شعر كده ليه؟ عشان المثل بتاعنا بقى. انا عرفت المثل على فكره. انت عرفته ولا لسه؟ انا كمان عرفته خلاص ما هو باين بايدي. انا شايفه ان هو مثل سهل يعني. هو مش لازم احنا اللي نعرف، لازم المشاهدين هم اللي يعرفوا. لو عرفتوه ابعتوا لنا على الفان بيج بتاعتنا على الفيسبوك. وزي ما انتم شايفين مثلا النهارده تقريبا سهل شويه. يا ريت لو عرفتوا الحل تبعتوا لنا على الفيديو بتاعتنا على الفيسبوك او على الرقم التالي عندكم في الشاشه. وبكده نوصل النهارده لنهايه حلقتنا. استنونا الحلقه الجايه مع مثل جديد وعلى رأي المثل.